نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والأمم المتحدة للبيئة ووكالة الزراعة والثروة البحرية أول حملة عالمية جاءت تحت شعار بحار نظيفة، وتم تخصيصها لتنظيف قاع البحر في محمية نجوة بولثامة بمشاركة عدد من الغواصين المحترفين ومتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني. مجيء الساعة 6:30 كان إيذانا بانطلاق أول حملة تنظيف لقاع بحر محمية منطقة نجوى بولثامة الواقعة شمالا من محافظة المحرق، بمشاركة مجموعة من الغواصين المحترفين ومتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني ممن قسموا إلى مجموعات خمس لإتمام المهمة التي شاركوا بإمضائها رغبة منهم ونصرة لنداء البيئة التي سمعوا صوت استغاثتها. سفن توجهت سوية من شاطئ مارينا أمواج لتستغرق رحلة الوصول إلى المكان المراد ما يزيد عن الساعة ونصف الساعة ذهابا لبلوغ الرؤية الواضحة لنقاط التجمع الصفراء العائمة في وسط بحر محمية نجوى بولثامة، لتتوزع منطلقة وعبر خطة وضعها المجلس الأعلى للبيئة بإشراف تام من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل وبجهود الغواصين المعتمدين نحو تنظيف قيعان البحر من مختلف أنواع المخلفات الناتجة عن عمليات الصيد البحري كأدوات الصيد المخالفة مثل الجراجير وغيرها لما لها من أضرار بيئية جسيمة على الشعب المرجانية والتنوع الحيوي في المنطقة. هي أول حملة من نوعها في البحرين، حملة تنظيف قاع البحر في محمية نجوة بولثامة بمشاركة العديد من الجهات، منها إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية بوزارة البلديات، منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد مراكز الغوص في البحرين وعدد المتطوعين أيضا البحرينيين اللي حبوا أنهم يشاركون معنا في الحملة بصفة فردية. وفي الأسبوع الماضي تم الاجتماع مع الجهات المشاركة وتم تحديدهم وتوزيعهم على خمس مجموعات بحيث أنهم يغطون مناطق أكبر منطقة ممكنة من المنطقة المحمية للتخلص من المخلفات البلاستيكية. إتمام فصول الحملة البيئية من ألفها إلى يائها جاء عبر نافذة القرار الذي حمل الرقم 2 من العام 2017 الداعي بأهمية المحافظة على بيئات الهيرات الزاخرة بطبيعة بحرية تحتوي العديد من الشعاب المرجانية ومراقد مناسبة لمحار اللؤلؤ إحياء للتراث الوطني المرتبط بصناعة وتجارة استخراج اللؤلؤ. نظرا لحساسية المنطقة، نظرا للتنوع الحيوي اللي تتميز به، نظرا للبيئات الفريدة من نوعها حتى على مستوى المنطقة، انطلق جاء هذا القرار رقم 2 لسنة 2017 باعتبار نجوة بولثامة منطقة محمية، وإحنا من خلال هذه الحملة نريد أن نوصل رسالة للمجتمع لكل المعنيين بأهمية هذه المنطقة، بأهمية المحافظة على البيئة، بأهمية المحافظة على البيئة البحرية بشكل عام. لذلك جاءت هذه الحملة من أجل إزالة المخالفات الموجودة في المنطقة. أحدث المعدات وأفضل الأساليب المتطورة تم الاستعانة بها لتسهيل مهمة تنظيف قيعان البحار دون الإضرار بالبيئة البحرية وما تحتويه من تنوع حيوي مذهل. المجلس الأعلى بخطوة طيبة ومع الترتيب مع جميع الغواصين في البحرين ومن خوفهم على البيئة البحرية شاركنا اليوم اللهو على أساس أن إحنا نزيل هالنفايات هذه اللي قاعدة تصير واللي قاعدة نشوفها كونك غواصين قاعدة نشوف يعني نفايات بشكل مو طبيعي، منها شباك منها غيره منها أسماك بحرية قاعدة تضرر وقاعدة يعني في كائنات بحرية قاعدة تنقرض بسبة هذا الشيء اللي قاعد يصير، بسبة التلوث، بسبة اللهو الصيد، بسبة اللهو الشباك. حملة تعكس طمع الطبيعة برأفة الإنسان بتوجيه الاهتمام الأكبر نحوها أن يقدر وجودها ويستشعر دورها الحيوي في توفير بيئة تكاملية تستطيب معها الحياة. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.